بادرة فريدة من نوعها، تعكس مفاهيم عميقة لمعنى العطاء والوفاء، وهي ليست بالجديدة على أبناء هذه الأرض الطيبة، فبأجواء غلفتها مشاعر الفخر والامتنان. تداول الموردون خبر إقامة الأستاذة نورة الحميدي الحاصلة على جائزة حمدان المكتوم للأداء التعليمي المتميز حفل تخرج على نفقتها الخاصة لطلابها الذين كانت تشرف على تدريسهم في المرحلة الابتدائية، وذلك بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية في حفل نجوم التميز. المغردون أكدوا للحميدي بكلمات مغمورة بالحب على أنها نموذج مشرف للبذل والعطاء في مجال التعليم وقدوة للأجيال القادمة. وحول الموضوع قام فريق التواصل الاجتماعي في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بإجراء مكالمة هاتفية مع الأستاذة نورة الحميدي، والتي أفادت بالتالي: حفل نجوم التميز هي مبادرة ابتكارية وفريدة من نوعها لم تقم من قبل. حرصت من خلالها على الاحتفال بتلاميذي خريجين المرحلة الثانوية والذين تشرفت في تدريسهم في المرحلة الابتدائية. شمل هذا الحفل على إتاحة الفرصة للخريجين على الانضمام لفريق تكاتف التطوعي للتطوع في خدمة الوطن، ومن خلال معرفة قدراتهم وطاقاتهم واهتماماتهم تم استضافة جهات راعية تهتم وتحتضن مواهبهم، ومن خلال معرفة التخصصات التي تم قبولهم فيها في الكليات الجامعية تم استضافة الجهات التي ترعى وتهتم وتتابع مسيرتهم الأكاديمية حتى يقوموا يتخرجون من التخصصات التي انضموا فيها. وحضر هذا الحفل عائلات الخريجين بالإضافة إلى السيد مشعل السبيعي الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في وزارة الشباب. وكان هذا الحفل على نفقة خاصة، إيمانا وحبا وحرصا مني على متابعة تلاميذي في مرحلة انتقالهم من الثانوي إلى المرحلة الجامعية.